طيب روجيرو ميكالي مدير الفني البرازيلي لمنتخبنا الأولمبي، واللي تابعنا مسيرته مع المنتخب الأولمبي على مدار 18 مباراة لم يخسر فيها المنتخب الوطني سوى مباراة واحدة، هي مباراة نهائي الأمم الإفريقية أمام المغرب في المغرب على ملعبها وفي وسط جمهورها في مباراة طبعا كانت ليها ظروف خاصة جدا. أنا من الناس اللي بتميل الحقيقة لتقييم مشوار ميكالي على أنه مشوار ناجح، وأنه الراجل ده قدم للكرة المصرية دفعة جديدة من النجوم تراهن عليها في المستقبل، وأتوقع أنه لو كمل مشواره مع وضع برنامج إعداد مميز ليه في الفترة اللي جاية قبل أولمبياد باريس قد نتمكن ولأول مرة من تحقيق إنجاز أولمبي مع النسخة الحالية من منتخبنا اللي الحقيقة قدم أوراق اعتماده لجماهير الكرة المصرية. هو قدم تقرير الفني لاتحاد الكرة، طبعا بنتكلم على مسيرة أعتقد أنها ناجحة جدا، من أكثر المشاوير اللي قدمها أو قدمتها نسخة للمنتخب الأولمبي قدم فيها عروض في منتهى القوة وقدر يحقق فيها على مستوى الأرقام ونتائج مهمة جدا. التقرير ده بيتضمن تفاصيل المعسكر بتاع المنتخب اللي بدأ يوم 12 يونيو في القاهرة، وكان في يعني تخلل المعسكر ده مباراة ودية مع غانا، وبعد كده سافر للرباط واجه الكونغو أيضا مباراة ودية، وبعد كده مشاركته في البطولة حتى وصوله للمباراة النهائية وتحقيق هدف. صحيح خسرنا اللقب لكن حققنا الهدف الأهم وهو التأهل لأولمبياد باريس، وخسارة المنتخب أمام المغرب كانت أول مباراة يخسرها منتخبنا الأولمبي تحت قيادة روجيرو ميكالي بعد 17 مباراة بلا هزيمة. نتمنى التوفيق إن شاء الله لميكالي في مهمته ولمنتخبنا الأولمبي في تحضيره واستعداده لأولمبياد باريس.